أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يكون الطقس خلال فترة الإفطار في العاصمة عمان مستقر بشكل عام، حار 33 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم العالية الملموسة 31، الرطوبة 25%، أما سرعة الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. أنتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، حيث تبقى المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة وموجة حارة، وبالتالي الأجواء ستكون شديدة الحرارة في عموم المناطق. إربد تسجل 39 درجة مئوية إلى 27، المفرق 38 إلى 25، جرش 36 إلى 28، أما عجلون 36 إلى 27. المنطقة الوسطى مدعومة بالبحر الميت، حيث تكون الأجواء شديدة الحرارة هناك 44 إلى 33، العاصمة عمان 35 إلى 27، الزرقاء 37 إلى 27، مأدبة 37 إلى 28، أما البلقاء 38 إلى 31. المنطقة الجنوبية تبقى تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، زخات العديد من الأمطار متوقعة في كل من معان والشوبك والعقبة. العقبة تسجل 40 إلى 31، معان 33 إلى 22، أما الشوبك 33 إلى 24، والطفيلة 36 إلى 25، أما الكرك 34 إلى 24. المنطقة الشرقية رياح نشطة وأتربة مثارة في كل من الرويشد والصفاوي، تسجل الرويشد 37 إلى 22، الصفاوي 38 إلى 23، أما الأزرق 39 إلى 28. إلى اللقاء.